اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض اكل ايه؟ زي ما قلت لكم طويله شويه بس ان شاء الله حلوه جدا وهتتعلميها بطريقه سهله جدا. هنعمل النهارده ممبار وكبده، يا رب تقدري تعمليه معانا. هجيب ممبار وهنقضي الاكلتين دول ايه مع بعض. ليه بقى؟ دايما ممبار ما تعرفيش تاكلي جنبيه ايه، بس هو الممبار لو تاكلي معاه كبده ومعاه عيش هيبقى حلو جدا. مش مهم النهارده تعملي العيش، هعفيكي منه اشتري جاهز. هنعمل النهارده الممبار. هتجيبي ممبار، كيلو ممبار بيقعد حوالي كيلو وربع من الرز. نجيب ممبار ونجيب الرز ونجيب كمية بصل كتيرة، يعني حوالي كيلو ممبار بياخد كيلو بصل، كيلو طماطم مبشورة، وهنجيب فلفل رومي مع فلفل حامي نقطعهم صغير قوي، ونجيب خضرة شبت وبقدونس وكزبرة. كيلو ممبار بياخد حوالي 6 حزم، 2 شبت، 2 بقدونس، 2 كزبرة، وكمان بياخد حوالي كوباية من الزيت. بس هنعمل كل ده ني في ني، مش هنحط حاجة على النار. هنبشر البصل ونبشر الطماطم ونقطع الخضرة ونجيب الرز، وكل ده نحطه على بعضه مع كوباية الزيت وطبعا ملح وفلفل وقرفة، تدي ريحة حلوة جدا للممبار. خلطنا كل الخلطة دي ني في ني كده كله مع بعضه، يعني خلطة المحشي عادية بس بنعملها ايه ني في ني، ونكتر البصل ونكتر الطماطم والفلفل. نبدأ بقى نجيب الممبار نغسله حلو قوي بملح وفلفل وخل، يعني تجيبيه مغسول مع عند راجل اسهلك او انت زي ما انت عايزة. وبعدين نعمل ايه؟ نبدأ نحشي الممبار. هتحشيه زي الممبار، يعني اقول لك يعني عايزة حاجة ان انت تشوفيها بس هي سهلة جدا. هتقطعيه حتت صغيرة قد مثلا شبر كده كل حتة، وتبدأي تحشي الرز بس يكون مبطط، وما تحشيهوش لغاية ما تلاقيه مدور، لا لازم يكون مبطط يعني فاضي شوية من الرز. تبدأي بقى تجيبي حلة كبيرة تملي نصها مية، ولغاية ما تغلي المية هتبدأي تنزلي الممبار فيها، تمسكيه من ناحية كده وتنزليه، هتلاقيه معاكي بقى ايه قفل على طول من ناحيتين، ما تقلقيش مش هيخرج من الرز ولا حاجة. تسيبيه لغاية ما يسلق كويس جدا، هو بقى هيملى مع السلق وكل الكلام ده حوالي نص ساعة، وتطلعيه في مصفى يبرد خالص. تبدأي انك تحمريه في زيت غزير، طبعا ده لازم زيت. هتحمريه من كل الجهات وتطلعيه في طبق كده عليه بقدونس، في بقدونس فوقيه وتحتيه كده، هتلاقيه حلو جدا ان شاء الله. ده كده خلصنا الممبار، والله سهل خالص، اسمه كده صعب ان هو سهل خالص ان شاء الله، تالي اسهل من المحشي كمان. وبعدين بقى نعمل كبده جنبيها. الكبده دي جيبي كبده قطع، وتجيبي كمان توم وسمنه وملح وفلفل بس، وحب قرن فلفل حامي كده معاها هتبقى حلوه جدا. تجيبي السمنه معلقتين من السمنه، تحطيهم في طاسه وتروحي منزلي عليهم على طول الكبده دي صدمه، وبعدين تنزلي عليها ملح وفلفل وكمون، وبعدين بعد ما تبداي ان الكبده تلون نزلي التوم والفلفل الحامي او الفلفل الرومي، وقلبي كله مع بعض تقلبتين ثلاثه، الكبده بتستوي بسرعه جدا. وكده استوت الكبده بطريقه سهله وبسيطه وكمان تحفه. مش عايزه اقول لك ان كتر الخضار فيها هيحليها، لا بالعكس، التوم بس مع قرن الفلفل هيديك طعم حلو جدا. نعمل معاها بقى حلو يطري بقى على كل المواضيع اللي احنا عملناها، الممبار والكبده والكلام ده كله. نعمل ايس كريم، ايس كريم في بيتك بطريقه سهله وبسيطه جدا. هتجيبي كريم شانتيه وتجيبي اي نوع فاكهه بتعمل بوريه. بوريه يعني ايه؟ ممكن انا احوله لعجينه، يعني مثلا ممكن حتى لو تجيبي علبه كومبوت مشمش او خوخ وتروحي هرساها حلو قوي، ما كانش كده ممكن تعملي موز، ممكن تعملي فراوله، اي فاكهه ممكن ان احنا نعصرها ونخليها زي بوريه. وتجيبي كريم شانتيه تضربيه عادي جدا، تعمليه كانك هتعملي بيه ايه؟ تورتايه. تجيبي كريم شانتيه تضربيها والفاكهه وتحوليها البوريه في الخلاط او باي هرسه عندك، وتخلطي الاثنين مع بعض وتهرسيهم كويس جدا وتحطيهم في الفريزر، هتاكلي احلى ايس كريم. وكده خلصنا حلقتنا النهارده، بتقي حاجات اللي فيها والحاجه الخفيفه، وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم وتنفذوها. واقول لك هنعمل ايه بكره ان شاء الله. هنعمل مع بعض بكره ايه ان شاء الله؟ هنعمل فراخ بالفريك بصينيه الفريك، يعني اكله كده على بعضها. هتجهزي معانا فرخه وهتجهزي حوالي نص كيلو من الفريك، سهله. بصلايه مبشوره عندك، طماطمايه مبشوره عندك، كل ده موجود. وكمان هنعمل الحلو بتاعنا كيكه الجزر بالكوسه، ما تقلقيش هتعجبك جدا ومش تحسي ان فيها كوسه ولا حاجه. هجهزي مقادير الكيكه العاديه خالص، بس هتجهزي ايه كمان معاها؟ جهزي كوسايه وجهزي جزرايه، وجهزي طبعا الدقيق والبيض والزيت والبيكنج باودر. واستنيني بكره عشان نعمل اكل بسيط وخفيف ان شاء الله. استنيني، الى اللقاء.